وقعت اليوم 3 اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشاريع في قطاع التدريب المهني والالتحاق بسوق العمل بقيمة 8 ملايين يورو. ووقع الاتفاقية كل من مركز تطوير الأعمال، مؤسسة التعليم من أجل التوظيف ومجموعة لومينوس. وبإطلاق هذه المشاريع يكون الأردن أول بلد استفاد من المبادرة الإقليمية الجديدة، حيث سيخدم المشروع 4600 أردني وسوري، نصفهم من النساء. وتهدف المبادرة إلى الاستجابة لحاجات الفئات السكانية الضعيفة في الشرق الأوسط، بحيث ستتيح هذه المشاريع تعزيز فرص الشباب الأردنيين واللاجئين من خلال تحسين آليات التدريب المهني سوق العمل وتمكينهم للدخول مجالات الجانب الفرنسي. We have allocated 8 million euros to 3 reputable Jordanian institutions to help with the vocational training of Jordanian youth as well as Syrian refugees. So the idea is that really working in key sectors that generate jobs like hospitality or manufacturing. هذه الاتفاقية اليوم تركيزها بالمطلق راح يكون على تطوير مهارات وقدرات شبابنا وبناتنا في مجال التدريب المهني والتقني. التدريب المهني والتقني هو مستقبل الاقتصاد بالنسبة لنا.